واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. الأهلي فاز بالعشرة، 10 بطولات دوري أبطال أفريقيا، حاجة في منتهى الفخر والاعتزاز إنك تكون أهلاوي. هي نعمة كبيرة جدا، والله هي فعلا نعمة كبيرة جدا إنك تكون أهلاوي. الأهلي محظوظ بجمهوره، وجمهور الأهلي محظوظ بناديه، أعظم نادي في الكون لأعظم جمهور في الدنيا. ألف 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 مليون مبروك لكل أهلاوي في جميع أنحاء العالم. بطولة مهمة، بطولة غالية. كأس البطولة ده يعني بالنسبة لنا احنا يعني ايه متعودين عليه نسبيا، ومش نسبيا، لا نسبيا ده كتير، احنا واخدينه 10 مرات، وفي نفس الوقت احنا بنحبه، حبيبنا، ده حبيبنا اهلاوي، هو نفسه اهلاوي. فبصراحة الواحد في منتهى الفخر، منتهى السعادة، وحاجة جميلة جدا جدا. يمكن انا الوحيد اللي في منظومة النادي الاهلي السنة اللي فاتت بعد القضية ممكن ما تصورتش بالكاس ده، فما كانش عندي وقت بصراحه اروح النادي اتصور، او ما كانش ليا حظ ان اتصور مع الكاس. فبيني وبين نفسي كده قلت يا عم خلاص عادي، مش مهم اتصور مع الكاس، ما هي كده كده هناخده السنه الجايه. وفعلا حصل الحمد لله، خدناه السنه اللي بعديها. الاهلي خد دوري ابطال افريقيا في 8 شهور بس مرتين. ده ان دل يدل على ايه؟ يدل ان احنا عندنا منظومه محترمه، عندنا منظومه ناجحة. في ناس وهم قليلين جدا عشان برضو يبقى الكلام ايه واضح مع حضراتكم، في ناس بتفرح بس لمجرد الاهلي يتعادل، لكن الاهلي بيفرح بنجاحه. هو ده الفرق، هو ده الفرق بالنسبة للاهلي وبالنسبة للجمهور، انك بتفرح بانك تفوز بالبطولة، بتفرح انك تفوز باللقب، بتفرح لما تحقق انجاز، لما توصل لمكانة معينة، لما تفرح جمهورك. هو ده النادي الاهلي، ما بيبصش وراه، ما بيبصش حواليه، هو باصص على هدفه، باصص على احلامه، باصص على الطموح بتاع جمهوره، ازاي يفرح الناس دي. الاهلي يستحق وجمهوره يستحق الفرحه دي، ولسه عندنا احلام كتير جدا. هل احنا بنشبع؟ هل احنا كجمهور للنادي الاهلي بنكتفي ببطولات؟ لا، ما بنشبعش خالص، ومش هنشبع. وده اللي بيميز دايما النادي الاهلي، وده اللي بيميز دايما ثقافه جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي مختلف، دايما حابب ان هو يكسب بطولات. انت لما اديك بتشوف احنا تعادلنا مع بيراميدز ماتش، الدنيا اتقلبت، الدنيا اتقلبت. ليه؟ عشان الناس متعوده الاهلي بيكسب، الناس متعوده الاهلي بيكسب. لما فاكر مثلا من سنه كده لما خسرنا من الزمالك 3-1 ايام فايلر، الدنيا اتقلبت، الدنيا قامت، ما قعدتش، رغم انت كنت عامل نتائج يعني مش طبيعيه، خسرت ماتش ليه وليه بقى ازاي. لكن دايما لما تيجي تتكلم على الاهلي وتيجي تقيم الاهلي، استنى كده لما الدنيا تخلص، الموسم يخلص، البطولات المختلفه الاهلي يوصل لنهايتها، وابتدي قيم وابتدي حاسب. السنه اللي فاتت والسنه دي احنا لحد دلوقتي مفيش ولا بطوله دخلناها خسرناها، كاس العالم الانديه بس اللي خسرناه بصراحه، وخدنا فيه المركز الثالث، وده انجاز بالنسبه لفريق في القاره الافريقيه بيقابل ليفل عالي جدا. لكن بصراحه وفي الحقيقه احنا اصلنا كاس العالم الانديه ناخده، يبقى قفلنا اللعبه دي بقى، يبقى خلاص يبقى قفلنا اللعبه دي خالص، يبقى خدنا كل حاجه، يبقى الاهلي خد كل بطوله شارك فيها، كل بطوله شارك فيها النادي الاهلي فاز بيها. اي بطوله تيجي على بالك بقى، هو كاس العالم بس. تاخد كاس العالم، تاخد كاس العالم، تبقى انت قفلت اللعبه دي خلاص يعني. والله ساعتها ما هنشبع برضه، جمهور الاهلي ساعتها مش هيشبع، هيبقى عايز بطولات اكتر واكتر واكتر. فبصراحه الواحد سعيد جدا وفرحه كبيره قوي قوي بالفوز بالعشره، واكيد اكيد ان شاء الله باذن الله مش اخر فرحه ومش اخر بطوله، لسه عندنا بطولات كتير جدا جدا. أنا حبيت أبتدي مع حضراتكم البداية دي لحلقة خاصة جدا جدا من الترند النهاردة، لأنها حلقة الاحتفال ببطولة دوري أبطال أفريقيا، هذه البطولة الغالية جدا على جمهور النادي الأهلي في الحقيقة، ومن أهم البطولات بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، واللي ليها مكاسب كتير جدا سواء على الصعيد المادي أو حتى على الصعيد
الفني وانت بتشارك في كاس العالم للانديه وتوصل لمراحل مميزه. عندنا كمان امال كبيره قوي ان احنا نشوف الاهلي باداء افضل السنه دي في كاس العالم للانديه، وكمان مركز يكون افضل. ليه لا؟ لان احنا النادي الاهلي فريق كبير وفريق عظيم.